الدنيا جرى فيها ايه؟ نيرة أشرف جديدة يا جماعة، المرة دي في الشرقية عند محكمة الزقازيق بالظبط في عمارة محجوب. لقت الفتاة سلمى محمد الشواتفي مصرعها على يد شاب طعنها 15 طعنة وذبحها. ماتت الفتاة في لحظات قليلة، صارعت الموت لكنها لم تنجو منه. ماتت سلمى محمد الشواتفي وأصبحت ظاهرة لعينة تطارد مجتمعنا أن يقوم الناس بقتل بعضهم علنا في الشوارع. ماذا فعلت ليحدث لها هذا؟ نحن لا نعلم. سنوفيكم بمزيد من التفاصيل عندما يرد إلينا الجديد في هذا الموضوع الذي أصبح على أشده الآن بعد أن ألقت النيابة القبض على هذا الشاب وقتيا ولحظيا بعد قتل الفتاة بالسكين.